بس للأسف الشديد ما طمنا عليه، بالعكس يعني اللي شفته أني مو ميثم اللي أنا عارفه هو زوجي، هيئته وشكله كأنه وين يعني، كأنه قاعد في غابة وحشية. الهيئة أول شيء بقول لكم، هيئته لما شفته ولما يعني لما شافني الأول، يعني أول مرة شافني، شفتون أنه لما تكونون في مكان ظلام وأول مرة تطلعون للنور شلون ما تقدرون حتى تقارون اللي يمكم واللي تحتكم، كان يركز علي يعني بشكل يعني مو عارفني مو مصدق في نفس الوقت، هل هذا زوجتي اللي قدامي والله لا. هذه نقطة. النقطة الثانية لما دخل وقعد، يعني حالته صراحة يعني قذرة جدا، وهيئته يعني كانت في، لاحظت ان ايادي كانت فيها جروح واجد. لما سألتك يعني انا طبعا ما اقدر اسأل لان ما طول الوقت ما كان ينظر الي، حتى كنت اقول لي ميتم ليش ما طالعني؟ زين طالعني ارد طالع فوق، ما كان يعني استيعابه الي، كان استيعابه لمجرد المخاورات اللي كانوا واقفين ورانا، واثنين مجنسين يعني ما كانوا بحرينيين، كان كلامهم يمني. لما سألنا ليش أو جبنا ويانا أكل، أول شيء أكل بالنسبة للأكل، قلت له ميتم أكل، بس كان خايف وطالع إن ظهرهم مو مسموح لهم يأكلون. قال جي دخل واحد من المخاورات يقول لا لا ما يحتاج تأكلون، تأكل بعدين أكل بعدين، الحين تحجوا تكلموا. قلت لي ليش ما يأكل يعني؟ هل ممنوع الأكل؟ قال لي لا مو ممنوع بس خليه بعدين. قلت لي لا أنا أطيق قدامي. فلما فتح العلبة يعني حسيت إن هذا الإنسان اللي قاعد يأكل الحين هو ماكل من سنة، كان بلهفة يأكل بلهفة، يبي يحط في بطنه أي شيء عشان بس يشبع شوعه، يعني مو ما بيشبع شوعه بس يعني كان بلهفة يأكل. لأول مرة أنا أشوفه في هالحالة يعني هذا شيء. لما سألته قلت له ميتم ليش قاعد ترتجف يعني وش ترتجف؟ زين ولاحظت في ايده اللي هو الحروق وجروح وايده منتفس نتف، يعني هو اللي هو كان طويل بس كان يبين جزء اللي هو من الايد، فلاحظت الحروق ولاحظت ان ايده متنتفت نتف. زين لما سالته من شنو هذا يعني هذا الاشر اللي على ايده؟ قال لي هذا صعقات كهربائية. قلت لي صعقات كهربائية؟ قال لي سكتي لا تتكلمين. بعدين لما حسيت ان طل فترة على طول كان يرتجف، قلت لي ميتم يعني احس روحك على طول ترتجف. قال لي ايه تخيلي ان يوم السنة الجديدة أنا من الساعة 7 إلى الساعة 12 في الليل على الكهرباء. تخيلوا يعني أنا بدل ما أطمن على زوجي ضليت يعني حتى في النهاية لما بدأ يعني كان حتى الأطفال يقولي ليش ما جبتينهم؟ ليش ما جبتين الجهال وياش؟ قلت لهم يعني ما أقدر أجيبهم لأن أعرفهم أنهم متعلقين فيه وخاف إنه يتعرضون إنه يجربونك وبعدين يصير أي شيء، وأنا كنت متوقعة أصلاً إنه بيكون على هالحالة، لأنهم أصلاً ليش ما سمحوا لنا بالزيارات؟ لأن أكيد في شيء يعني مو شيء يعني الفوضى اللي سووها وهذا، أكيد في شيء فيهم شيء يعني مو طبيعي. وبالفعل لما سألت قلت له فيك في جروح بعد يعني فيك هذا؟ قال لي واجد عفوا واجد، وش اتكلم وش اسوي يعني. لما في الاخير قال بس خلاص انتهت الزياره
قال لي عفوا الجهل أمانة في الغبرتج. حسيت أنه كأنه يودعني وداع الأخير. يقول لي خلاص عفاك يعني مثل من هذه اللحظة بعدين ما تشوفيني. يعني كلامه يعني كان يقول لي تحملوا لأنه كان خاطري خاطري كان يكررها كان خاطري خاطري أشوف الجهال. حسسني أنه كان يبي يشوفهم لأنه هي يمكن تكون آخر لحظة يشوفها فيها. لأنه فعلا اللي شفته أني فيه مو يعني مو كأنه قاعد يتعامل ويا بشر، قاعد يتعامل ويا وحوش. طريقة يعني أكله كانت، طريقة هيئته، يعني أحس إنه هو من اللحظة اللي أخذوه فيها إلى الحين هو قاعد يقاتل أمرين من التعذيب. أنا أوجه كلمتي للكل وأوصي يعني توصل